لان ما تنامش وانت معاك الحاجه دي. فرضا الواحد لو مات، ربنا عافينا جميعا يا رب ويعطينا واياكم طول عمر وحسن عمل، هذا التليفون سيكون حجه لك ام عليك؟ في بعض الناس تليفوناتها ما شاء الله تشهد لها بعد مماتها. التليفون ده ايوه يا اخي، ما احنا علينا شهود كثير، يا علينا شهود يا لنا شهود. يعني يا ترى مين يشهد لنا ومين يشهد علينا؟ ده الارض نفسها ستشهد. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما له يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. خلي بالك الاخبار بتاعتها عند يعني كثير من اهل العلم والتفسير قالوا انها تتكلم باللي حصل عليها، هتتكلم باللي حصل عليها. يعني وانت ماشي على الارض اعلم انها ممكن تشهد عليك او ليك. وهناك شهود اخرين يعني كثر، رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني سبحان الله، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الارض تشهد والرقيب العتيد ده حتى الايد هتشهد وكل شيء حواليك بيشهد. يعني سبحان الله، فاما ان يسترنا الملك سبحانه جل في علاه واما ان يكون غيرها. واسال الله جل وعلا ان يسترني واياكم فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. فاياك اخي الحبيب، اياك اخي الحبيب ان تكون مفتاحا لشر وان تغلق الخير، بل كن على العكس مغلاقا للشر مفتاحا للخير. اذا جاءتك اشاعه منتهاها يكون عندك، اذا جاءك كذب منتهاه يكون عندك، خلص من عندك، ما يمرش، ما يتحولش من خلال هذا الشيطان الذي يحمله الانسان. انما كذب انقل، منكر انقل، فحش انقل، صوره خليعه حول، وبعدين يجي الانسان يموت وتبقى على المحمول بتاعه والهاتف بتاعه والجوال بتاعه مشاكل كبيره جدا. يبقى بيغسل وعليه صور فاحشه واغاني ماجنه، يبقى بيحمل على الاعناق وهذا الجهاز المحمول سبب في عذابه، ده يمكن ينسم ويقع منهم في قلب القبر كمان، تبقى حلوه قوي، تبقى كملت. كم من رساله وكم من اسم على هاتفك وكم وكم. يا اخي الحبيب كن مغلاقا للشر، اول ما يجي لك الحاجه ديت اقفل، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، يعني انت ما يكون جاي لك حاجه خير وزع، ما يكون جاي لك شيء برضه بالضابط، ان احنا ما نكونش قصدنا من اللي بيبعت رساله. وانا هضرب لك دلوقتي مثال، لان في بعض الناس بيحاولوا يشغلوا عقول البشر من خلال المحمول، وفيه ناس وبعض ناس محطوطه في مؤسسات خاصه يعني بالشركات عشان تروج، تحط رسائل معينه، يقوم يقول لك اعمل كذا كذا تقوم تاخد كذا كذا، ويبدا الشغالين يا عم، وكلها ايه؟ زي بزنس واشياء اخرى زي ما بيقولوا. انا عايزك تصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يليه، لا تنشر البدع والخرافات. لا تنشر البدع والخرافات. وانا جاي في الطريق جاءتني رساله من اخ حبيب يقول فيها يا شيخ رد علي الله يكرمك، في رساله جات له فبيقول فيها مثلا ايه اللي بعت له ده، بيقول له ايه في اولها كده، اقسم بالله العظيم ان اصلي على النبي عشرا وارسلها لعشرة. طبعا وانا بقرا الرساله، او هو الاخ هو بقرا الرساله في البدايه قال اقسم بالله العظيم، فالراجل بيقول له في الاخر ايه، خلي بالك اوعى تنسى ان انت اقسمت. يا سلام على شغل الحركات، ده غلط يا اخوان، مش عاوزين نشتغل مع الـ مع الـ مع هذا التليفون ونسيب كده وندمر العقائد ونخرج من امور فقهيه صحيحه سليمه الى تغييب عقول الناس. طب انا لما اقسمت انا لا اقصد قسما ولم اعدم هذا القسم، مش هيبقى عليك حاجه يا اخي، ما تبعتش ما ترسلش، ده انت بتقرا رساله، هل عزمت القسم؟ لا،
أنت لم يكن عندك عزم على هذا القسم. أنا بقرأ رسالة بقول أقسم بالله العظيم الراجل بعتها كده، يوم أقول له في الآخر أوعى تنسى أن أنت حلف في الأول، مش باعت، أنا مش باعت، وأقول لك وإياك، ده خرافات وبدع بنبدأ ننشرها بين المسلمين، ممكن يروج لها أصحاب الأشياء اللي بيبيعوا وبيشتروا، وهم عاوزين يبيعوا وعاوزين يبعتوا رسائل وعاوزين الناس تحصل من ورانا فلوس. مثلا ما قلنا هو ابعت ولكن بضابط، وحط الأمور كلها على قال الله قال رسوله، هذا هو الميزان الحق العدل. فمثلا على سبيل المثال من الأشياء الخطأ جدا، بعض الناس بترسل يعني مثلا خرافات زي إمام الحرم المدني اللي يقول لك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام افعل كذا وكذا وكذا، ودي رسالة مشهورة جدا، فإن لم تفعل رقبتك هتتقطم، وزوجتك هيدوسها الترماي، وابنك هيسقط في قلب مش عارف ايه هيموت، اياك ما تعملش. يا راجل هذه الرسالة خطأ من الأشياء التي ابتدعها الناس وأدخلوها على المسلمين، وإحنا مش عايزين يكون الإنسان على الثقافة الموجودة دي، ده إحنا ما بنقبلش حاجة بالسهولة. يبقى نقبل هذه الخرافات والبدع في ناس فنانين متخصصين. على سبيل المثال جاءتني رسالة تقول القيوم الماجد الواجد، الواحد الرحمن الرحيم، الله لا يعجز أبدا، ابعتها لتسعة واسمع خبر سعيد غدا، واسمع خبر سعيد غدا، ولو تجاهلت هذا الأمر سيصيبك حظ عاسر لمدة 9 سنين، اوعى ما تبعتش وقد ثبت أنها حقيقة. بيقولوا لي كده، ده ايه التهديد اللي جاي على الصبح ده يا اخوان؟ طب اعمل